إلى آخر التطورات التي نراها حاليا من تأثيرات الحرب التجارية وأيضا التصريحات من كلا الجانبين الأمريكي والصيني تأثيراتها على أسواق السلع والأسهم وكذلك العملات؟ للحديث حول هذا الموضوع معنا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. مرحبا بك رائد. لنتطرق أهلا بك لنتطرق أيضا لآخر التطورات التي نراها حاليا على أسواق العملات بالنسبة لتحركات سوق لتحركات الملف التجاري وتأثيراتها على هذه العملات. طبعا نقترب أكثر من نهاية تعاملات هذا العام ولا تزال عقدة الحرب التجارية الأمريكية الصينية موجودة. طبعا هناك تبادل وموقف متقلب نوعا ما من الطرف الأمريكي والطرف الصيني بالقبول المبدئي للاتفاق الصيني الأمريكي، ولكن مع ذلك نجد أن القرار لم يحسم بعد. هذا يؤثر سلبا على الأسواق وأثر سلبا على الأسواق خلال الفترة الماضية، لكن نوعا ما الأسواق بدأت تتقبل إمكانية أن هناك رغبة لدى المستثمرين باتخاذ المخاطرة، وبالتالي أسواق الأسهم لا تزال تتصرف متجاهلة نوعا ما للتريد وور أو تبعات الحرب التجارية وتستمر بارتفاعات الاتجاهات الصاعدة. بالتالي عندنا الدولار الأمريكي الطلب عليه يزداد خلال الفترة الحالية، أولا نظرا لاعتباره ملاذا آمنا، وثانيا نظرا لارتفاع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الأصول الأمريكية إجمالا. بالتالي هناك طلب كبير في الفترة الحالية. الأسبوع الحالي أعتقد مهم جدا من ناحية قياس أي تطورات جديدة قد تصدر عن الحرب التجارية وهذا الملف الشائك الذي امتد لفترة طويلة نسبيا. نعم رائد، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالخروج البريطاني من المظلة الأوروبية. وتعلم أن استطلاعات الرأي تظهر ربما تفوق نسبي للمحافظين على حساب العمال، ما جعل بوريس جونسون يعني يخرج وشهيته مفتوحة الرجل، ويقول بأن الخروج سيكون في موعده ويقدم بعض المحفزات للبريطانيين، حديث عن خفض ضرائب ربما وفتح وظائف. إلى أي مدى نحن مقبلين بالفعل على ذلك في حال فوز المحافظين؟ طبعا التركيز الأكبر سواء كان من المحافظين أو من العمال على الأسواق حاليا على هي نقطة مجابهة شركات الانترناشنال أو الشركات متعددة الجنسيات الموجودة داخل المملكة المتحدة، والتي تعتبر بطريقة أو بأخرى تأخذ فرص اللوكل أو فرص المحليين في المملكة المتحدة. هذه هي الموجودة سواء كان في الحملة الانتخابية للمحافظين أم للعمال في الوقت الحالي، والتركيز الأكبر هو على تسهيل السياسة المالية داخل المملكة المتحدة من خلال تقليصات الضرائب أو ما إلى ذلك. ولكن طالما هناك أخذ ورد فيما يتعلق بمن سيدعم بوريس جونسون بالفترة القادمة وما هي يعني متغيرات الحرب السياسية التي تحدث حاليا قبيل الانتخابات في المملكة المتحدة، أعتقد لا يمكن التكهن بها تماما في مثل ما كان الوضع عند الانتخابات البرلمانية السابقة، تماما كما كان الوضع عند الاستفتاء على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي أم لا. هذه الأمور معقدة جدا ولا يحسمها سوى صندوق الاقتراع، ومن المتوقع بشكل كبير أن يسبب ذلك نوع من التخوفات في الأسواق وأن يعزز بشكل أكبر تقلبات حادة في الجنيه الاسترليني على وجه التحديد، لأن مثل التعديلات المالية التي نتحدث عنها وتقليصات الضرائب سوف تسبب بلا شك تقلبات حادة في قيمة الجنيه الاسترليني. نعم لنعود أيضا لوضع بعض العملات الناشئة تحديدا بالنسبة لليوان الصيني، كيف نراه يتأثر على وقع أيضا تطورات الملف التجاري؟ يعني هل برأيك اليوان هو كلما رشحت أي أخبار حول نوع من الانفراجة التجارية يستطيع أن يقوى أمام الدولار؟ طبعا نحن بعد التعديل النقدي الذي تحدث من البنك الصيني مؤخرا، التعديل الكبير نسبيا والذي لم يحدث تاريخيا بالنسبة لليوان، نلاحظ أن التدخل الآن سوف يكون على أكثر من مستوى من الطرف الصيني لحلحلة الحرب التجارية الصينية الأمريكية. أعتقد اليوان الصيني سوف يكون تحت عرضة لتقلبات أكثر حدة من خلال قرارات يتم اتخاذها من بنك الشعب الصيني أكثر من أن يكون هناك توجه للطلب بشكل مباشر. طبعا نظرا لوجود أن الصين كحكومة تتدخل بشكل مباشر في اتخاذ القرارات سياسات
النقدية، بينما دونالد ترامب الجانب الأمريكي لا يمكن أن يؤثر بالشكل المطلوب أو لا يصل تأثيره بالشكل المطلوب على الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سوف تزداد الهوة بشكل أكبر كزوج دولار أمريكي يوان صيني، وبالتالي سوف يكون لدينا هناك تقلبات أكثر حدة في الفترة القادمة. سوف يضغط دائما الصينيون على تخفيض قيمة اليوان الصيني بالفترة القادمة، وسوف يكون له تأثيرا أكبر في الفترة القادمة من قبل يعني إذا ما لم يكن هناك تحرك من قبل الجانب الأمريكي والفيدرال الأمريكي على وجه التحديد للسياسة النقدية، لأن الهوة تتسع بشكل أكبر في السياسات النقدية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن الصين تكافح لي يعني دحر نوعا ما تباطؤ أو شبح تباطؤ الاقتصاد الصيني، بينما الاقتصاد الأمريكي مقريب جدا أو كان قريبا من بعض حالات الانكماش في الاقتصاد. نحن نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا.